ما الفرق بين العنان بفتح العين والعنان بكسر العين؟ العنان بفتح العين ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها، وقيل السحاب. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. العنان بكسر العين سير اللجام الذي تمسك به الدابة، والجمع الأعنة. قال الشاعر: حتى خضبت بما تحضر من دمي أكتاف سرجي أو عنان لجامي. العنان ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها، وقيل السحاب. العنان سير اللجام الذي تمسك به الدابة. بين المخلص بكسر اللام والمخلص بفتح اللام. المخلص بكسر اللام هو من أخلص عبادته لله تعالى فلم يشرك به شيئا، فهو اسم فاعل من أخلص. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. المخلص بفتح اللام هو من أخلصه الله تعالى واختاره واصطفاه، فهو اسم مفعول. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. المخلص بكسر اللام هو من أخلص عبادته لله تعالى فلم يشرك به شيئا، فهو اسم فاعل. المخلص بفتح اللام هو من أخلصه الله تعالى واختاره واصطفاه، فهو اسم مفعول. الفرق بين ثم بضم الساء وثم بفتح الثاء؟ ثم بضم الساء حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي. نقول: زرت فلسطين ثم مصر. ثم بفتح الثاء ظرف مكان للبعيد بمعنى هناك. تنزهنا في الحقول فثم الجمال والهدوء. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ثم بضم الساء حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي. ثم بفتح الساء ظرف مكان للبعيد بمعنى هناك. ما الفرق بين السحر والنحر؟ السحر الصدر، النحر أسفل الرقبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. السحر الصدر، النحر أسفل الرقبة.